أما هلا نور رح نروح لمحطتنا التالية وعم نحكي عن التصوير اللي تعدى مرحلة الهواية وصار عند الكثير مهنة ومصدر رزق. خلال الفترة الماضية أصدرت الجمعية الحرفية للمصورين في حلب قرار بمنع أي مصور من مزاولة المهنة إن لم يكن حاصل على الترخيص بشكل نظامي من الجمعية تحت طائلة المساءلة القانونية واتخاذ العقوبات بحقه في خطوة أثارت جدل واسع. أكيد سلمى، وهالموضوع أثار جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رح نعرف اليوم من ضيفنا بالاستوديو الأستاذ هيثم المغربي، رئيس مجلس إدارة جمعية نادي فن التصوير السوري التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، قرار اليوم يطبق في محافظة حلب، مين بيشمل؟ ماذا عن المصورين الهواة؟ أسئلة كتير رح نتعرف عليها معك أستاذ هيثم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبار السورية. تحياتي لكم لطاقم الإخبارية كلياتها. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية خلينا نفوت بتفاصيل قرار الجمعية الحرفية للمصورين بمحافظة حلب، وخصوصا أنه البعض أيضا تناقل أنه هذا القرار ليس بجديد، هو بعام 2019 وتم إعادة نشره حاليا. تمام. الفكرة أنه التصوير له جدلية كثير كبيرة. أولا التصوير يحتمل أن يكون مهنة ويحتمل أن يكون فن. الشق المهني مسؤول عنه الجمعية الحرفية، في إلى قانون مثل أي مهنة بوجوب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة وبالتالي بعض التراخيص الإدارية وما إلى ذلك. تمام. هذا القرار مثل ما قلنا مو جديد، ولكن خلينا نكون صريحين، خلال السنوات الماضية صار في تطور وثورة تكنولوجية بالنسبة لموضوع الكاميرات، وبالتالي صار إمكانية الوصول لها الكاميرات أكثر سهولة بالنسبة للهواة. كمصدر رزق صارت بالنسبة لهم هي فعليا مصدر رزق لكثير من الشباب، عم تساعدهم أنه يتلقوا يحملوا جزء من مصروفهم عن أهلهم وإلى آخره. هي النقطة هي اللي عملت الإشكالية بهذا الموضوع. الجمعية الحرفية يتبع لها الاستوديوهات المرخصة والمسجلة بكل المحافظات، واللي نحن كلياتنا نعرفه إذا نحن ناخذ صورة هوية او صوره باسبور او اي شيء. للاسف هو الزملاء اللي عندهم الاستوديوهات تضرروا ماديا، لانه الشاب خلينا نقول طالب جامعي معه كاميرته وفلاشه وموهوب عنده صوره حلوه، ما عنده تكاليف عاليه، يعني مثل اقول البزنس تبعه كلياته بشنطايته على كتفه. هو شيء حلو وهذا شيء ممتاز ومطلوب ضمن السوق، تمام، لكن نتيجه الضائقه الماليه والظروف العالم صارت تتجه لهذا الشاب اكثر ما تتجه للاستوديو لانه تكاليفه اقل. يعني انا اليوم اذا مثلا بدي اروح باتجاه خلينا نقول استوديو لاعمل تصوير لخطبتي او عرسي، ممكن اتكلف رقم معين مع مصور شاب او صبيه مثلا، ممكن انا ادفع ربع هالمبلغ. هلا كلياتنا عم نسعى كنا لموضوع تنظيم المصورين، انه نحن نكون كمصورين بسوريا مجتمعين تحت خلينا نقول مظله واحده او خلينا نقول نقابه او شيء غايتها حمايتنا قبل ما يكون غايتها تقييدنا. فاليوم الجمعية الحرفية القرار موجود، طلعوا ب ب ب ب ب خلينا نقول هالتقديم لهذا القانون، حسسوا الناس انه نحن اذا ما كنت منتسب بدنا نمنعك او بدنا نقيدك، هي الغاية مو هيك، ولكن صار سوء تفاهم غالبا بيناتهم. يعني انا حنفترض دائما الشيء الايجابي، ما راح نفترض الشيء السلبي. انا برايي كان المفروض نحن نشجع الناس تنتسب اكثر من الا لازم تنتسب. يعني اليوم نحن نحكي بانه انا شو بدي اقدم لك، انا الجمعيه الحرفيه شو بدي اقدم لك؟ مثلا حقدم لك بطاقه، حقدم لك ضمان صحي، حقدم لك مثلا تقاعد مثلا ولو بمبلغ رمزي، حقدم لك مهمه انه انت بدك تطلع تصور ما تتعرض لمساءله قانونيه. خصوصا انه موضوع التصوير عندنا بالبلد له حساسيته مثل ما بنعرف. تمام. وما في قانون واضح يمنع او يسمح. يمكن اشرت لنقطه كثير مهمه استاذ هيثم، هي كمان اليد العامله. لما تمام. انت مثلا تتجه لشاب ليعمل لك هيدا التصوير، كمان اثرت على رزق بعض الاشخاص. فهي تمام. كمان مشكله عم نحاول يمكن نوعا ما ادراكها. خلينا نشوف، بما انه الاراء تضاربت حول الحصول على رخصه للتصوير، اراء الشارع السوري مع زميلتنا نيرمين عمار بالماده التاليه. تركت بيتها واشغالها، كل من بايدها موبايل عم بتصور لك حال، عم بتصور لك حال. لا، في ناس عندها مواهب بتحب التصوير، ومو شرط تكون يعني بصفه رسميه عم بتصور،
فهيك عم ضيعوا مواهبهم للشباب. فبزندق أنا ضد هذا القرار. لا مو معه أبدا، لأنه في كتير عالم مثلا ما بيكون قدرت أنه بتكون عم تستفيد من هاي المهنة، بس نفس الوقت يعني كمان أنت عم تطالبي أنه تدفع 25,000 ليرة مشان هاي البطاقة، وهي البطاقة مثلا عفرض تعرضت للسرقة، عفرض مثلا صار أي شيء، أو يعني هلا مثلا بنت جيراننا بتشتغل بهاي المهنة فانضرت من هذا القرار. يعني هي بتشتغل نفس الشيء، مناسبات، أعراس، شغلات تصوير، وكانت عم تستفيد من القصة كتير، بعد هذا القرار فانضرت، يعني بالعكس ما استفادت أبدا. أنت من أي مبلغ 25,000 ليرة لإصدار البطاقة غالي، ما بيقدر الشخص يطلعه؟ هلا حسب الشخص، هلا مثلا في هدول اللي عم يشتغلوا بالمهنة فنون طلاب، مثلا طالب أنت كيف بدك تطلبي منه 25,000 ليرة؟ بصراحة أنا ماني معه، لأنه ماني شايف فيه فائدة، هي بترجع حرية شخصية للشخص. أنا في استعمل الكاميرا وما في، يعني أنت عم تقيدني أنا إني استعمل الكاميرا فيها على بموجب موافقة، هذا صار في تقييد زيادة ب يعني بهي الأمور. يعني نحن فوق ما الأزمة الاقتصادية الموجودة عنا إياها بالبلد، يعني مثل ما بقولوا في مثل بقول فوق الحق أدقه، عرفت كيف؟ لا مو شرط نكون مع هذا القرار، لأنه أول شيء الفوتوغرافر هي عبارة عن هواية، انه مو في ممكن واحد يكون هوايه، ممكن تكون مهنه اذا بده ياخذها كمهنه شرط انه ياخذ رخصه حتى يمارسها بشكل نظامي، اما كهوايه وكصفحات على الانستغرام سواء انستغرام او فيس مو شرط. ايه طبعا احسن، يعني بشكل عام هو احسن، عرفتي كيف؟ احسن بشو؟ يعني في احيانا صور عم تنلقط بغير مواقع مزبوطة، بغير صوره صحيحه، عرفتي كيف؟ فهيك شيء بيكون احسن. منيحه ومو منيحه، منيحه انه بتعطي كل حدا شغله، يعني مشان ما حدا يتعدى على مهنة التاني، وسيئة بنفس الوقت لأنه بتظلم ناس عن جد هي شاطرة وموهوبة بهي القصة. يعني مو كل مين بيصورها، لأنت يمكن بتلاحظي في مصورين ما لهم دارسين إعلام أو ما لهم علاقة بالإعلام بس شاطرين بالتصوير، يعني حرام هيك ضيعوا عليهم الموهبة. هلا صار في كتير متعدين على مهنة التصوير، صار أي حدا عنده قدرة يشتري كاميرا عم يطلع ويصور، راحت خصوصيته لهي المهنة. بس في عالم يعني ما بقدرتها يمكن تدفع، مع انه المصورين عم ياخذوا مبالغ كبيره على الصور، بس في عالم جزء ما بقدرتها او كان طموحها مثلا وانقضى هالطموح. بس بشكل عام لا، ما هيك قرار، انه صارت شغله المال وشغله. هلا مع من ناحيه التعدي على المهنه انه صارت المهنه مستهلكه وراحت قيمتها شوي، يعني صار كل مين بده بيمسك صوره يصور شجره يحط لوجو يقول لك انا مصور، ويمكن ياخذ رخصه من اتحاد الصحفيين على هذا الاساس. ضد من ناحيه انه في مصورين عن جد محترفين مهنه ومعهم بطاقات عمل، بس اصبحوا مجبرين على انه يطلعوا هالرخصه، وفي اي منهم يعني ما له بحاجتها، او حتى الكلفه الماديه ما لها منطقيه نهائيا. يعني لو انه رخصه امر الله تمام، بس انه مبلغ معقول هو 25,500 ايه كبير كبير مقارنه انه بهالايام هي الشباب اللي مثلي هن اللي عم يكونوا مصورين صاعدين، بينما المصورين الكبار هدول اوريدي اخذين بطاقات واشتراكات وكله ما حيدفعوا هالمبلغ، بينما الشباب الجيل اللي عم يطلع جديد هو اللي عم يدفع يعني من مصروفه ومن شغله من تعبه عم يروح المبلغ، ومو سهل يعني هالايام. يمكن سلمى آراء الناس ضاربت حول هالموضوع، شفنا آراء مختلفة، في كثير ناس عبر مواقع أيضا التواصل الاجتماعي كانت مع هيدا القرار، وفي ناس كانت ضد هيدا القرار. أكيد هو كل يعني كل حالة بتثير الجدل هي حالة صحية بالعموم، صحيح. ولكن يكون إثارة هذا الجدل من وراها تنظيم بالآخر لحتى نقدر نوصل لصيغة ما ينظلم فيها الشباب اللي عنده هواية أو اللي هو مصدر رزق له، وبنفس الوقت الأشخاص خاص اللي هن عم يشتغلوا كمان ما ينظلموا من هذا الشيء. اكيد سلمى، هيدا الموضوع رح نتوسع فيه اكثر بعد الموجز مع الاستاذ هيثم. بدنا نرجع على ضيفنا، حضرتك يعني جمعيه مرخصه وجمعيه ايضا يندرج تحت العديد من المصورين، خلينا نحكي عن الحاله اللي طبعا انتم تصرفتوا فيها فورا طبعاً بعد ما سمعتوا طبعاً القرار بما يخص جمعيتكم. هلا جمعيتنا للعلم هي جمعيه اهليه تابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، مرخصه من سنه 82. الجمعية أسست لرعاية الفنون بشكل عام والفوتوغراف بشكل خاص، فنحن نعنى بالشق الفني من التصوير الفوتوغرافي. يعني احنا المنتسبين عنا من شروط الانتساب هو أن لا يمتهن المنتسب ممارسة الفن، وإن امتهنها أن لا تؤثر هذه المهنة على مستواه الفني بشهادة 3 من الأعضاء العاملين. فالجمعية الحرفية زملائنا فيها هن المسؤولين عن الشق المهني اللي هو الفوتوغراف كبرودكت يقدم للجمهور،
ونحن مسؤولين عن الشق الفني الذي يقدم كارت كفن لا كمان للجمهور. حيكون طبعا في تعاون، يعني هلا نحن مثل ما قلنا طلع القرار بحلب كثير كان في غموض بسبب صدوره او طريقه عرضه او حتى السبب، يعني سمعنا كذا قصه ممكن مشكله صارت باحدى صالات الافراح او شيء، ففي سبب دعا لانه يطلعوا. نحن عندنا بالجمعيه تواصلت انا مع رئيس الجمعيه الحرفيه السيد ابو وسيم عطايا، حكينا بانه نحن جمعيه مرخصه وانه اعضاء جمعيتنا المفروض يستثنوا من هذا الشيء لانهم هواة. طبعا اكد لي على هذا الشيء وقال لي لحتى نكون نحن ضمن صيغه قانونيه رح نوجه كتاب يشرح فيه كل هذا الشيء من جمعيتنا الى الجمعيه الحرفيه وحيتم رفعه لاتحاد الحرفيين. طبعا الاستاذ حفار رئيس الجمعيه الحرفيه بحلب صرح بعدين بتصريح اذاعي على ما اذكر مع الزميل باسل محرز انه الهواة هن مو مشمولين بالقرار. هلا فعليا الجمعيه الحرفيه مسؤوله عن اصحاب الاستوديوهات ومصورين الاعراس او مصوري التجاري. اليوم اي شاب حامل كاميرته للهوايه هذا القرار مانو ما بيشمله ولا بيأثر عليه طالما عم يصور ضمن الأماكن المسموح فيها. يعني اليوم نحن في عنا ببلدنا بعض المناطق الأمنية أو المناطق العسكرية ممنوع التصوير فيها، كلاتنا بنعرفها من بعيد عنا، ولكن باقي الأماكن ما فيه. وأنا كتير بنبه للشباب أنه أستاذ نحن إذا بدنا نطلع نصور شو نعمل، فأنا أقول لهم أول شغل عملوا مثل ما أنا بعمل رغم أنه أنا أعتبر رئيس جمعية وإلي بطاقتي وإلى آخره. أنا بروح للمنطقة اللي بدي صور فيها، فأول شغل بسأل في نقطة أمنية أو حرس أو مفرزة، روح لعندهم بكل محبة، صباح الخير، هي بطاقتي، أنا فلان فلاني حابب صور بهذا المكان، ممكن بهي الطريقة أنا ريحت الشخص اللي قدامي. ما طيب بما أنه أشرت لنقطة مهمة أستاذ هيثم، هي أنه مثلا في كتير من الناس بتتوجه للمصور هواة مشان المردود المادي بيكون أقل، تمام. تم تحديد المبلغ المادي او تم تحديد التسعيره للحد من هي المشكله؟ ويمكن هون لما اقول انا الهواة ممكن تصور واللي عندهم مثلا محلات لازم يكون في لها ترخيص، ما بيكون كمان في جزئيه ظلم لهم لانه ممكن كمان انا اتوجه للهواة، يعني انا اتوجه للهاوي لانه هو فعلا بالنسبه لي مردود المادي اقل فانا بوفر على نفسي. تمام، هلا هون خلينا كمان نحكي بنقطه، اول نقطه يعني كلياتنا بنعرف الارزاق على رب العالمين، الله يرزق الجميع ان شاء الله يا رب. النقطة الثانية، نحن كنا هذا الشيء اللي بنتمنى تنظيمه من الجميع، انه نحن ينحط للمصورين حدود دنيا، ما نحط حدود عليا، لانه بالتصوير في عندنا اختلاف بالعدد، يعني في مصور ممكن يحمل عدة بمليون ليرة، صحيح. في مصور ممكن يحمل عدة بعشرين مليون ليرة. بيقول لك حدا مصور فايف ستار هذا تماما، يعني انا ما فيني انا اقول لفلان خذ انت 200 ليرة وانت خذ 1000 ليرة، احنا بنحط حدود دنيا منطقية، يعني فينا اليوم نقعد نحسب العدة اليوم شو عم تكلف ونسبة الاهتلاك السنوي تبعها قديش ونطلع بصيغة انه الحد الادنى للصورة الفوتوغرافية هالقد. نحن مجرد ما عملنا هاي العملية فأي شاب هاوي حتى لو كان مانو ممتهن وصحت له ما رح ياخذ بقى سعر قليل، رح يقول لك تسعيرة الدولة هي مثلا اقل شيء مثلا 1000 ليرة فرضا، فأنا ما ليش لأخذ 300 او 500 او 800 وهي هي الجدلية. شغلة ثانية خلينا نكون منطقيين، دائما في شرائح بالسوق للمنتجين وشرائح للمستهلكين، صحيح. يعني في ناس عندها قدرة مثلا تجيب أضخم المصورين وتجيب شركات إنتاج وكاميرات فيديو، وشفنا كتير نماذج من هالحالة لا أعراسهم مثلا، يعني أنا بذكر مرة صار موقف أنه أحد الأشخاص شحن يخت من اللاذقية لفندق إبل الشام حطه بالمسبح وعمل جسم تكلف، في إمكانية، في ناس لا بتجيب صبية، في ناس أكيد. بالموبايلات، فنحن اليوم في عنا شرائح متعددة ما المفروض نلغيها. يعني هذا الموضوع اللي نحن عم نحكي عنه اليوم فيه كتير تفاصيل وفيه أكيد كتير أكيد. أشخاص معنيين بهذا الموضوع، تمام. وأيضا يعني أطراف متعددة رح نحكي يمكن بتفاصيل تانية بوقت آخر. أخذنا اليوم منك جزئية مهمة بالحديث، تمام. نشكر وجودك معنا ونتمنى لكم التوفيق وتضل دائما الصورة الحلوة هي مسؤوليتكم ومسؤولية كل حدا حابب يظهر بلده بصورة حلوة. إن شاء الله تعالى لك. أنا بدي أتشكركم وأتشكر طاقم الإخبارية وأتشكر كل الشباب والصبايا اللي عم يصوروا بالبلد لأنه أنتوا مراية هالبلد وأنتوا مثال عن الشباب الحلو والشباب المنتج والشباب المبدع. بس إذا بتسمحوا لي بدي أوجه رسالة لكل الشباب والصبايا المصورين، جمعية نادي فن التصوير الضوئي السوري هي بيت لكل مصور. نحن عنا بالجمعية شروط الانتساب كتير بسيطة،
اللي هي 15 صورة من تصوير الشخص، صورة هوية ولا حكم عليه وصورة شخصية. رسمنا السنوي هو 500 ليرة لأنه مفروض كجمعية يكون في رسم انتساب، ولا نحن رسم تماما نحن ما بدنا فلوس، ولكن الغاية أنه نحن نستقطب الشباب والصبايا ضمن أسرة واحدة يكون فيها تعاون. تماما هي أهم نقطة. بحب طمنهم أنه نحن ما لنا قاسيين بموضوع القبول. نحن الشخص اللي للأسف إذا مثلا كان عنده ضعف ما رح ينقبل، رح نوجه له مثل ما بيقولوا رسالة نوضح له فيها نقاط الضعف وكيف يتلافها لنقدر نرجع نحتضنه يكون جزء من الأسرة طبعنا. فأنا بوجه رسالة لكل المصورين الشباب والصبايا أنه فيكم تنتسبوا، باب الانتساب مفتوح وأهلا وسهلا فيكم. نشكرك الأستاذ هيثم المغربي رئيس مجلس إدارة جمعية نادي فن التصوير السوري التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية على وجودك معنا اليوم. شكرا كثير لكم. شكرا لك وشكرا لوجودك.